ان شاء الله الدنيا الليل تعرض علينا تقريبا بدا الساعه 11 بالليل وما يقارب هسه لحد الان، بس هسه خاف يعني الثمانيه انتهى، هو ما يقارب كتلته 15 شخص. انا بفضل الله واهل البيت وفضل اللواء علي الاكبر، لان كان انا عندي بس بندقيه وعتاد، بس اللي اكثر شيء فادنا الرمان، مدونا بالعتاد والرمان والاخوان يعني ما قصروا، اللواء علي الاكبر كل الفضل لهم.